الذوق ديالنا كيتمثل في الاستقبال تاع الناس مثلا المهاجرين لحل المشاكل ديالهم الانصات ليهم، واهم الاشكاليات اللي كتواجه علينا كتخص قطاع العدل بالنسبه تاع اكثر من 50% من تاع الشكايات هي ليه الاداره الترابيه و ثم الادارات الاخرى. دونك نحاول ان سميتو نوجههم ونحس الناس نتاع الجاليه بالمصادر والاجراءات اللي يجب اتباعها لحل المشاكل